احنا عاملين سلسلة crime novels كلها حاجات جريمة. مفيش حد بيكتب جريمة في العالم العربي، فاحنا مقررين ان احنا ماشي كاتب كتابين. عندنا سلسلة، عندنا سلاسل جريمة. عندك حد زي اجاثا كريستي، عندك حد زي رجل المستحيل، زي رجل المستحيل هم. ماشي اصبري بس، اصبري على لازم اعترض عشان يطلع. لا يعني لا هو يعمل برزنتيشن، مفيش سلاسل للحكاية دي. انا هقول لك اصبري، بقول لك اصبري على رزقك. فاحنا هنلجا للترجمه علشان ما فيش حاجات محليه كويسه، هنضطر للترجمه وهناخد مجموعات من بره وهنعملها سلسله هنا. عندنا نوعين، نوع ثريلر ونوع كرايم. عايزه تسالي في حاجه؟ ثريلر وكرايم. عندنا الحاجات اللي هي المثيره اللي فيها اثاره او فيها سسبنس، والحاجات اللي فيها كرايم فيها جريمه وفيها كده. الاختيار ده هيبقى مشكله، فاحنا هنلجا للانترناشونال بيست سيلرز، الحاجات اللي ضامنين انها بايعه كويس قوي بره. ده المين بروفايل بتاعنا. الشارج جروب بقى هيبقى السن من 16 ل 50. 16 ده احنا كنا عايزين نبتدي من 20، بس احنا لقينا ان حتى من 16 الناس بتبتدي تقرا الحاجات دي. الناس دي هتبقى كلهم تقريبا المين ستريم، يعني لو هم ممكن يبقى معاهم فلوس كتير قوي او 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 كده، بس احنا هنرجع للطبقه المتوسطه ما يطلق عليها. الناس دي قرت رجل المستحيل والمغامرين الخمسه وهم صغيرين، كبروا على رجل المستحيل بقى. ده الهدف. مش خلاص مش هقعد اقرا ده، عايز حاجه بقى فيها انترناشونال اكتر، فيها اثاره اكتر، فيها ممكن هيبقى فيها حاجات بشكل مختلف، جنسي اكتر، بشكل هيبقى فيها سن اكبر، مش نفس هاري بوتر كده. يعني ده هيبقى عاده الشخص ده بيقرا صفحه الحوادث، هيبقى ممكن شباب في الجامعه، هيبقى منعزل مش اجتماعي قوي، بيتفرج على افلام بوليسيه، بيقرا عاده في البيت، عاده ما بيلعبش رياضه، من النوع اللي بيقعد مش ما بيلعبش رياضه، كثير الكلام مع الناس اللي يعرفها بس، عشان دي عكس منعزل. منعزل يعني ما بيروحش يختلط بناس جديده، بس الناس اللي يعرفها بيتكلم معاهم كتير. بيشتري كتبه من على الفرشه او من الشارع او من مكتبات، وعادة بيبقى شخص برضه عنده نسبة إحباط عالية عشان يفرغ الإحباط ده في العمر. بالظبط. عليك نور. أنت شكلك حلو. الجولز بتاعتنا المكسب ده نمرة واحد، البروفيت ده أول حاجة بنهتم بيها. تاني حاجة إن إحنا نبني سيريس، نبني سلسلة كاملة، مش عايزين كتاب او اتنين او حاجة بس هما اللي ينجحوا، عايزين السلسلة تنجح فيبقى كله بيبيع، ونملى الجاب اللي موجودة في السوق بتاع ده، ونعمل نحاول نلاقي لوكال اوثرز. لو لقينا بقى من اللي موجودين هيبتدوا هما يجوا لنا لما يلاقوا ده موجود، لان هي مش مفيش حد بيكتب، لازم اللي يكتب ده يبقى عنده الحبكة مظبوطة قوي، مفيش غير واحد او اتنين او حد، محاولات كلها، بس مفيش اللي بيعرف يعمل ماشي واحد او اتنين بيعمل حبكه كويسه قوي. قعدنا نحاول نجيب الفيجر الرقم، بطلنا نحسب، حسبنا في هنعمل كام كتاب من 4 ل 6، والترجمه والحقوق والطباعه هتتكلف كام، والسعر البرايس بوينت بتاعتنا هتبقى من 50 ل 65، والعدد من 1000 ل 2000، والحاجات دي لقينا ان احنا تقريبا المكسب في النسخه هيبقى في حدود ال 10 جنيه، بعد الخصومات وبعد الحاجات دي كلها. فاحنا نامل ان احنا لو بعنا نص الكميه المطبوعه سواء 1000 او 2000 واربعه او سته في اول سنه، يبقى احنا ده الهدف اللي نحققه، ونقدر بناء عليه نزود السلسله في السنوات الجايه.